حتى ساعات قليلة قبل بدء ظهور النتائج الأولية، كانت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تبدي تفاؤلاً كبيراً بالنسبة لولاية بنسلفانيا، وتحديداً هنا في مدينة فيلادلفيا التي تعتبر معقلاً للديمقراطيين. وبالفعل كانت هناك تحضيرات ضخمة من أجل الاحتفال بالنصر، وهذا كله جعل وقع الصدمة أكبر على الديمقراطيين في فيلادلفيا. This is like a very disappointed. الأمر مخيباً للأمال للغاية، كنا قريبين للغاية. لقد صوتت لصالح هاريس، ولكن علينا أن نقبل هذا ونتعامل معه. أنا خائفة ولن أتظاهر بعكس ذلك. أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة، ليس فقط لأن ترامب تم انتخابه، ولكن لأننا لم نكن متحدين. لقد حظي بأربع سنوات في منصبه، ومنحه أربع سنوات أخرى سيجعل الأمور أسوأ. عدد آخر من سكان فيلادلفيا رأى أن النتيجة شكلت مفاجأة كبيرة، ولكنه حمل حملة هاريس مسؤولية هذا الإخفاق، بينما رأى آخرون ضرورة طي صفحة الانتخابات والتطلع إلى المستقبل. لقد فوجئت وكنت أتمنى فوز كامالا هاريس، ولكنني أعتقد أن حملة ترامب كانت أفضل. أعتقد أنها أتت متأخرة، ولو تراجع بايدن في وقت مبكر لكانت حظية حملتها بمزيد من الزخم. وأعتقد أن الناس كانوا مستعدين للتغيير ومستعدين للعودة إلى ترامب. استيقظت بسلام وفي قلبي فرح بغض النظر عن من هو الرئيس. أرى بعض العقبات والتحديات أمامنا، ولكن يجب أن ننتصر كدولة. كما دعا عدد من السكان في مدينة فيلادلفيا الحزب الديمقراطي إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة والتعامل معها من أجل مستقبل الحزب. من مدينة فيلادلفيا وفاء إشباعي، الحرة.